بصمات غير معروفة. الحلقة الثانية والأخيرة. عادت هنو وزوجها عبد العزيز التونسي إلى البيت فجرا، لم يتبادل أي كلمة منذ أن جعلته يكتشف خيانة تلك التي وقع في حبالها وكاد يتخذها زوجة ثانية. اكتشف عبد العزيز أن عتيقة النادلة في تلك الحانة التي يختلف إليها لم تكن تحبه، وإنما كانت تحب ماله وتسعى إلى تأمين مستقبلها، هي التي ساقتها السنون إلى حافة العقد الخامس من العمر. حكت هن لاحقا الذي حدث لصديقة لها، هي زوجة مقاول كانت قد تعرفت عليها قبل بضع سنوات، وقد نصحتها المرأة بأن تعتني بحالها وأن تحافظ على رشاقتها وجمالها وتلازم زوجها في كل تحركاته. كانت تلك النصيحة التي عملت بها هنو مدخلها إلى سلم أسري استمر سنتين. لم يعد عبد العزيز يعاقر الخمر ولا يبدد أمواله في تلك السهرات الماجنة. بدا الرجل وقد طوى صفحة من حياته ولا يريد النظر فيها ثانية. صار يركز اهتمامه على مقاولته التي عرفت ازدهارا ووسعت نشاطها إلى الأشغال الكبرى كمد الطرق وبناء الجسور. استشعر عبد العزيز حاجة إلى الاعتماد على تقنيين ومهندسين من ذوي الاختصاص، وهكذا تم توظيف عدد من التقنيين وضعت على رأسهم مهندسة ذات خبرة وتجربة. كانت المهندسة عائشة الصغير امرأة في 45 استفادت من المغادرة الطوعية بعد سنوات قضتها في وزارة التجهيز. كانت هنو حريصة على معرفة النساء اللواتي يتم توظيفهن في المقاولة. هي لم تنس حكاية عتيقة ولم تقتنع بعد بالكامل بأن زوجها قد استخلص العبرة من الذي حدث. بدت لها المهندسة عائشة امرأة قد لا تغري عبد العزيز. تم توظيفها وخصص لها راتب محترم، ومنذ أن استلمت مهامها أحدثت ثورة حقيقية في المقاولة. جهزت إدارتها بمنظومة معلوماتية واستغنت على كل الموظفين الذين لم يسايروا التطور، ولم يبق من بين القدامى سوى الكاتب الخاص للسيد عبد العزيز الذي لازمه خلال كل أطوار عمر المقاولة والذي كان على مشارف الإحالة على المعاش. في ظرف 3 أشهر تغير كل شيء في المقاولة، وصار بالمستطاع الحصول على أي معلومة خلال دقائق معدودات. كان الموظفون الجدد مطالبين بالمردودية والفعالية، وفي المقابل كانت توصي بإعطائهم مكافآت. في وقت وجيز صارت المهندسة عائشة الصغير صاحبة الأمر والنهي، تستمد قوتها من النتائج التي حققتها المقاولة التي تضاعفت أرباحها خلال العام الأول. ترسخت ثقة عبد العزيز في المهندسة عائشة، واطمأنت هنو إلى أن المرأة لا يهمها إلا ما تحصل عليه من مكافآت لقاء اجتهادها، ولكن عائشة كانت تدفع بالأمور إلى وجهة أخرى، فقد استندت إلى التطور الكبير الذي عرفته المقاولة لتطلب من عبد العزيز أن يمنحها تفويضات تتيح لها توقيع بعض الوثائق واتخاذ قرارات في أمور مستعجلة دون انتظار حضوره الذي يتعذر أحيانا. لم يمانع عبد العزيز في ذلك، وليس لديه ما يجعله يشك في هذه السيدة المحترمة. كانت عائشة تعلم أنه لن يمانع، إذ جعلته بما تظهره من تفان في العمل وحب لمصلحة المقاولة يوقع على الشيكات دون أن يقوم بأي مراجعة. لم تكن هن لتغفل هذا التحول وتلك الثقة العمياء التي يضعها زوجها في تلك المهندسة. التجأت إلى السكرتير الخاص لزوجها وطلبت منه أن يكون عينها في المقاولة. جاءها الرجل بخبرين اهتزت لهما. علمت منها أن عبد العزيز أمضى على شيك بقيمة 200,000 درهم لفائدة أحد الموثقين كان تسبيقا عن ثمن شقة اشترتها المقاولة في اسم عائشة الصغير. أبلغ الكاتب الخاص لعبد العزيز السيدة هنو بأنه لما استشعر الخطر الذي يحدق بالمقاولة صار يتعمد البقاء في المكتب إلى وقت متأخر، وأنه تمكن بذلك وعن طريق الصدفة من رصد حديث هاتفي بين المهندسة عائشة وامرأة لم يعرف من تكون. سمعها تقول إنها تمكنت من أن تجعل العصفور يقترب من الفخ،
وإنه سيدخل القفص عما قريب، وإنها بعد أن تصير المالكة لكل شيء ستطلقه لتسوقه الرياح حيث تشاء. أبلغ الكاتب الخاص هنو أيضا أنه سمع عائشة تقول وهي تتحدث عن عبد العزيز إنها لن تسلمه نفسها إلا بعد أن يمنحها تفويضا مطلقا لتدبير أمور المقاولة، وأنه فهم من ذلك أنه يتردد عليها في شقتها، بل إنها منحته نسخة من المفتاح. كان فيما نقله الكاتب الخاص لعبد العزيز ألغاز كثيرة، ولكن هنو وعت بأن أسرتها ومصالحها في خطر. وجدت نفسها الآن في مواجهة امرأة أقوى من عتيقة نادلة الحانة. انزوت في غرفتها تفكر في الذي يتعين عليها أن تقوم به. كانت ترى أن عبد العزيز دفع بالأسرة مرة أخرى إلى حافة الخسران. كانت تبكي لما فاجأتها أختها الكبرى فطوم التي تقيم معها والتي تتولى شؤون البيت منذ أن ترملت. حكت لها هنو ما علمته بشأن تلك المرأة التي حسبت أنها لن تنصب شباكا لعبد العزيز. استمعت إليها فطوم بإمعان، آلمها أن تقع شقيقتها في معاناة جديدة. ما لم تبده فطوم هو قرارها بالتحرك لوضع حد لما اعتبرته مهزلة جديدة. ذات يوم بعد أن عاد عبد العزيز فجرا من سهرة برفقة زوجته، أخذت فطوم مفاتيحه، استثنت مفاتيح البيت وأخذت مفتاحين ظنت أنهما مفتاح شقة عائشة. مضت إلى صانع المفاتيح واستخرجت نسخة من كل واحد منهما، ثم أعادت مفاتيح عبد العزيز إلى مكانها وكأن شيئا لم يقع. استدرجت فطوم شقيقتها هنو وجعلتها تفضي إليها بكل شيء. علمت منها عنوان الشقة التي تسكنها عائشة وحيث تلتقي مع عبد العزيز. وضعت فطوم خطة للتخلص من تلك التي تهدد استقرار ومستقبل أسرة شقيقتها. في اليوم المعلوم تمكنت من شراء 5 لترات من مادة تذويب الصباغة وأخفتها في مرآب المنزل. وبعد أن تناولت وجبة العشاء تظاهرت بأنها آوت إلى فراشها. في تلك الليلة، ليلة 5 فبراير من العام 2000، كان الجو باردا. تسللت فطوم من المنزل، استقلت سيارة أجرة نقلتها إلى عنوان عائشة. كانت الساعة تقترب من 1 صباحا عندما فتحت باب العمارة. كانت تعلم أن شقة عائشة توجد في الطابق الثاني. تحاشت المصعد بسهولة، فتحت باب الشقة. كانت تحمل قنينة المادة المذوبة للصباغة. مشت حافية القدمين إلى باب غرفة النوم. كانت عائشة تغط في نوم عميق. صبت كمية هامة من السائل على الفراش والغطاء. أفاقت عائشة مذعورة. أفرغت فطوم ما بقي من سائل على رأس المرأة، ثم أشعلت عود ثقاب ورمت به على الفراش. في لحظة اشتعل الفراش ورأس عائشة التي وجدت نفسها في كرة كبيرة من النار. لم تستطع المقاومة. أغلقت فطوم الباب وتسللت خارجة من العمارة. بعد 1/4 ساعة كان الدخان يخرج من نوافذ الشقة. وقتها فقط استفاق الجيران. لما حضر رجال المطافئ كانت فطوم قد عادت إلى منزل شقيقتها هنو. تسللت إلى فراشها وكأن شيئا لم يقع. لما تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق اكتشفت جثة عائشة، وتبين سريعا للعميد المكلف بالمداومة أن ما حدث كان بفعل فاعل. لم تمكن المعاينة من اكتشاف سوى 2 بصمة، لما عرضتا على الحاسب الآلي لم يتعرف على صاحبهما. على مدى 3 أسابيع سعى المحققون إلى معرفة من أحرق المهندسة عائشة صغير. قادت التحريات إلى تفتيش مكتب مقاولة عبد العزيز التونسي. في درج مكتب كاتبه الخاص تم اكتشاف تسجيلات صوتية تم إرسالها إلى مختبر الشرطة. كان في التسجيل صوت 2 امرأتين. اتضح أن وراء تسجيل تلك المكالمات شك في تصرفات الضحية عائشة. تم استدعاء صاحب المقاولة عبد العزيز للاستماع إليها، فاستغرب الاشتباه في تورطه في قتل عائشة. مضى إلى أنه كان على وشك الزواج منها،
كما فاجأه ما يستشف من تلك التسجيلات من تآمر عائشة عليه للاستحواذ على ممتلكاته. اعترف الكاتب الخاص لعبد العزيز بأنه من قام بتسجيل المكالمات الهاتفية لعائشة بعدما فطن إلى ما كانت تدبره ضد عبد العزيز. قال إنه تصرف بدافع رد الجميل للرجل الذي لازمه سنوات طوالا، وأنه كان ينقل المعلومات إلى زوجته هنو لتتصرف وفق ما تراه لحماية أسرتها. أنكر الرجل كل صلة له بإحراق عائشة. تم استدعاء هنو وصارت ثالث المشتبه فيهم، ولكن المرأة مع إقرارها بتوصلها بكل المعلومات إلا أنها نفت أن تكون قامت بأي شيء ضد عائشة، قالت إنها سلمت أمرها لله. لدى الشرطة الآن ثلاثة مشتبه فيهم. أصدر الوكيل العام للملك الذي تسلم ملف الشرطة القضائية ملتمسا لإجراء التحقيق، وأصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع الكاتب الخاص لعبد العزيز رهن الاعتقال الاحتياطي باعتباره المشتبه الأول فيه، بينما وضع عبد العزيز وزوجته هنو تحت المراقبة القضائية ومنع من مغادرة التراب الوطني. ساءت العلاقة من جديد بين عبد العزيز وزوجته، وعم البيت جو مكهرب. كانت فطوم تراقب في صمت ما يجري، ولما رأت أن الوضع ينذر بالانفجار وأنها إن ظلت صامتة فإن الحالة ستزداد سوءا، قررت الخروج عن الصمت. دون أن تخبر أيا كان توجهت صباح 25 مارس إلى مفوضية الشرطة، وطلبت مقابلة العميد المكلف بملف المهندسة التي تعرضت للإحراق. لما مثلت أمامه ودون مقدمات اعترفت بأنها التي أضرمت النار في شقة المهندسة. أدلت بتفاصيل ما قامت به وبينت الدافع الرئيس وراء ذلك، أن تنقذ أسرة شقيقتها. قالت إنها تصرفت بمفردها، وإنها اتخذت قرارها بعد أن أيقنت أنها مصابة بسرطان عنق الرحم وأن أمل الشفاء منه ضئيل. لما قرنت بصماتها بالبصمتين اللتين اكتشفتا في شقة عائشة كانت متطابقة. لم يهتدي إليها الحاسوب لأنها لم تكن حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية. وضعت المرأة رهن الاعتقال، بينما أطلق سراح الكاتب الخاص لعبد العزيز الذي رفعت عنه وعن زوجته المراقبة القضائية. بعد 6 أشهر قضتها رهن الاعتقال تفاقم مرض فطوم وازدادت حالتها الصحية تدهورا، ثم ذات صباح اكتشفت ميتة في زنزانتها. ملفات بوليسية.